السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثامن، معانا الورك بوك بيج يونت 9 بيج سيتي ستيت صفحة 68. ريد ديفينيشن اند رايت ذا بليس، اقرا المفاهيم واكتب المكان. عندي هنا طبعا ذا سولت ووتر ويتش كفرز موست اوف ذا ايرث سيرفيس، الماء المالح الذي يغطي اغلب سطح الارض، اوشن المحيط. A very hot dry place where camels come from. مكان جاف وحار جدا الذي فيه الجمال تأتي منه. Desert الصحراء. A high rocky place that people climb. مكان صخري عالي مرتفع الذي الناس يتسلقون فيه. Mountain جبل. A natural flow of water going across the land to the sea. هو تدفق طبيعي من الماء يذهب عبر الأرض إلى البحر. River النهر. A large group of trees where wild animals live. وهي مجموعة واسعة وكبيرة من الأشجار الذي فيه الحيوانات المتوحشة والمفترسة تعيش. Forest الغابة. عندي الهيلب بوكس هنا. Use which, that, who or where to say exactly what you are talking about. استخدم الذي أو التي والذي والتي برضو أو الذي أو التي للعاقل والذي والتي لغير العاقل، دول الاثنين مع بعض. الذي للتي للمكان، تقول بالضبط وبالتدقيق ماذا أنت تتحدث عن. The man works in the shop. He is Egyptian. الرجل يعمل في المحل، هو يكون مصري. The man who works in that shop is Egyptian. الرجل الذي يعمل في ذلك المحل يكون مصري. شال النقطة هنا، شال النقطة دي وحط مكانها هو. شال النقطة وحط مكانها، شال النقطة وحط هو بين زمان وبين work، وشال هي. This is the poem. It is interesting. هذا هو القصيدة أو الشعر، إنه شيق. This is the poem which that is interesting. هذا هو القصيدة التي تكون شيقة. I saw a film recently. أنا رأيت فيلم حاليا. I liked it. أنا حبيته. I saw a film recently which I liked. أنا رأيت فيلم الذي أنا حبيته. We live in a street. It has a lot of trees. نحن نعيش في شارع هو فيه الكثير من الأشجار. We live in a street where there are a lot of trees. نحن نعيش في شارع الذي فيه هناك يكون الكثير من الأشجار. We often use that instead of which. بقول لك نحن غالبا نستخدم ذات بدلا من which. أما الاثنين زي بعض. Complete the sentences with who, which, that or where. طيب هنكمل الجمل باستخدام هو أو which أو ذات أو where. I've lost the ring. أنا عندي رينج هنا يا أولاد، يعني معناها إيه؟ أول حاجة هننتبه للكلمة اللي قبل النقط. ده غير عاقل. طالما غير عاقل يبقى أنا هاخد مين هنا؟ which. أنا فقدت الخاتم بتاعي، الخاتم الذي أمي أعطتهوني. Do you know that man is standing outside؟ هل أنت تعرف ذلك الرجل نقط يقف في الخارج؟ طب أنا عندي that man. That man عاقل، يبقى ناخد مين؟ يبقى ناخد هو. هل تعرف ذلك الرجل الذي يقف في الخارج؟ طيب This is the place not I lost my glasses. هذا هو المكان. عايز اقول هنا الذي انا فقدت نظاراتي. طب طالما ده مكان، هنا بليس اهو مكان، يبقى هناخد مين؟ هناخد وير الذي. ان الذي بتيجي وير، بتيجي بعد اسم مكان. هو اسم عاقل، ويتش اسم غير عاقل. ذا ماجازين، ماجازين هنا اسم غير عاقل. ماجازين يعني مجلة. إذا magazine not I bought isn't very interesting. المجلة التي أنا اشتريتها ليست شيقة جدا. طب غير عاقل هناخد which. هناخد which أو that. الاثنين ينفعوا. نفس الحكاية برضو هنا. which أو that. عبد الله has a brother. عبد الله لديه أخ. brother ده اسم عاقل. Not played football for a famous football team. عايز اقول عبد الله عنده اخ الذي لعب كرة قدم لفريق كرة قدم مشهور. طب براذر اخ عاقل، يبقى ناخد مين؟ يبقى ناخد هو.
هنا الجملة اللي قبل النقطة عاقل، يبقى أنا عندي خدت حاجة قبل النقط رينج، وقبل النقط هنا مجازين، اتنين عاقل خدنا ويتش أو ذات بعضيها. عندي مان وبراذر، الاتنين دول عاقل جه بعضيها هو. عندي بليس مكان، خدت بعضيها وير. عندي بعد كده بيقول لي كرو اوفر تو يو كومبليت ذا سنتنس، اكمل الجمل. اشوف اسيستنت از ا بيرسون هو سيلز ثينجز تو شوبس. عايز اقول هنا معاون اللي في المحل هو شخص الذي يبيع اشياء في المحل، في المحلات. طب اباص درايفر از ا بيرسون هو سواق سائق الباص هو شخص الذي درايفز كارز يقود سيارات. انا عملت هنا حركة حلوة، جبت درايفر شلت الار وحطيت مكانها اس، جبت الفعل من درايفر، وبعد كده جبت الفعل اللي بيليق مع درايفز يقود. جبت الفعل هنا من تيتشر، تيتشز. التيتشر از ا بيرسون هو تيتشز ستودنت، المدرس هو شخص يدرس الطلاب. افاكتوري جبت برضو الفعل من وركر، وركز. هو فاكتوري ده مكان. افاكتوري وركر از ا بيرسون هو وركز ان ا فاكتوري، عامل المصنع هو شخص الذي يعمل في المصنع. الجورناليست از ا بيرسون هو الصحفي هو شخص مثلا اقول هو رايتس نيوز بيبرز، الذي يكتب جرائد مثلا. النيرس از ا بيرسون هو الممرضة هي شخص التي هيلبز ذا دكتور، تساعد الدكتور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.